الاهل عم يخافوا يجيبوا اولادهم على المشافي بسبب انه مسافه بعيده وصعوبه الوصول للمشفى، الطيران عم يقصف الطرقات فبالتالي عم تتسكر الطرقات، والاليات اللي عم تتحرك بالشوارع او سيارات الاسعاف كمان عم تتعرض للقصف، فالاهل عم يعيفوا الطفل لبين ما يتعب على الخالص، اما بلحقوه بجيبوه عنا او ما بلحقوه، يعني بكون توفى عندهم. ف يعني مشكله كثير كبيره. في مشكله ثانيه عم نعاني منها انه هي نقص المستلزمات الطبيه والمواد الاوليه للمشافي. ففي اقسام ناقصنا منها العنايه المشدده للطفل. الوضع كثير صعب، كثير شديد وكثير حرج، لاني هون الاطفال يعني لا ينقص اكثر من المعدات الطبيه، وراح يصير جوع اكثر، وراح يصير ترتفع اكيد، راح ترتفع سوء التغذيه، عادات سوء التغذيه، حالات سوء التغذيه راح ترتفع كثير في هاي الحاله.